انضم إلينا أيضا عبر سكايب من روما أستاذ محمد يوسف الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، نتحدث طبعا عن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الناتو وتهديدات متكررة من قبل ترامب حول مجمل الأوضاع الأوروبية وتحديدا فيما يتعلق بالإنفاق العسكري في الناتو. هل يمكن بشكل من الأشكال تنفيذ هذه التهديدات، أخذ خطوة فعلا على الأرض، ولا الوضع العالمي غير مناسب لتنفيذ هذا الأمر، خصوصا أنه في تصريحات لدونالد ترامب أيضا حينما سئل عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أشار إلى أنه هدفه إنهاء أصلا الحرب وإنهاء الدم يعني بشكل كبير، فقراءتك إيه لهذا الوضع؟ برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبالضيوف الكرام. طبعا تصريحات ترامب تتوافق مع مطالب شعبية أوروبية وإيطالية تحديدا بالخروج خارج حلف الناتو وخارج الاتحاد الأوروبي، والأسباب كثيرة. الإيطاليين والأحزاب الصاعدة الآن التي تتبنى صوت الشعب الإيطالي الذي لا يظهره الإعلام الإيطالي أو الأوروبي في هذا الوقت، الإعلام الإيطالي والأوروبي في هذا الوقت هو إعلام ديكتاتورية لا يسمح بالرأي الآخر أبدا، وبالتالي 90% من الإعلام الأوروبي في هذا الوقت هو كما يصفه المحللون السياسيون هو إعلام مضلل. بالتالي إخفاء الحقائق، إخفاء حقائق الحرب التي تحدث في أوكرانيا وتقدم بوتين والقوات الروسية، إخفاء ما سببته هذه الحرب ومن المساندة العمياء إلى السياسات الأمريكية وزيادة أسعار المنتجات والوقود ومصادر الوقود على الإيطاليين الأسر وقائدي السيارات، بالتالي زادت الأسعار في الوقود بنسبة ضعفين وثلاثة أضعاف في بعض الوقت، أثرت على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. بالتالي هناك أحزاب جديدة خرجت إلى العلن تنادي بالخروج خارج منطقة حلف شمال الأطلنطي، حلف الناتو، وخارج الاتحاد الأوروبي. خارج حلف الناتو بسبب أن إيطاليا أو الإيطاليين يعتبرون أن إيطاليا أصبحت مستعمرة أمريكية. هناك قاعدة في جنوب إيطاليا وثلاثة قواعد في الشمال لا ينطبق عليهم ولا يستطيع أحد تطبيق القانون الإيطالي عليهم، هم أناس فوق القانون الإيطالي. في سنة 2008-2007 قام طيار أمريكي بالتسبب في موت أسرة من خمس أفراد بسبب تهاونه في متابعة أو تتابع الإحداثيات التي أعطت له بالطائرة الحربية، وتسبب في سقوط تلفريك. لم يستطيع القضاء الإيطالي محاسبته إلى هذه اللحظة، بالتالي لا ينطبق عليهم ولا يستطيع أحد تطبيق القانون الإيطالي عليهم. نرجع إلى منادات ترامب بالخروج. ترامب يريد أن يقوم أيضا الإيطاليين بدفع رسوم مقابل أن الأمريكان يحموهم. الإيطاليين ليسوا بحاجة إلى الأمريكان وليسوا بحاجة إلى الوجود الأمريكي على إيطاليا، لأن إيطاليا ليست دولة معادية لأحد، هي دولة صديقة لدول الوضع الجيوسياسي مقلق للكل يا أستاذ يوسف. يعني الحقيقة أنه حتى مع عدم وجود تهديدات مباشرة، ولكن نجحت الولايات المتحدة بشكل أو بآخر، ونجحت تحركات روسيا أن تخلق من نفسها يعني، وطبعا حضرتك صحح لي في هذا الأمر، مصدر به الكثير من المخاوف للمستقبل الأوروبي والحديث عن حروب. بالعكس، فلاديمير بوتين كان صديق شخصي لسيلفيو برلسكوني الذي رحل منذ 4 أشهر، أوكي، وهو صديق إلى ماتيو سالفيني نائب رئيس الحكومة الإيطالية، رئيسة الحكومة الإيطالية الآن جورجيا ميلوني. بوتين كان يعطي إلى الإيطاليين الغاز بأسعار كان قبل الحرب، يعني ما الأمر كله تغير بعد الحرب وما حدث من أوروبا جورجيا ميلوني تبنت وجهة النظر الأمريكية وضربت عرض الحائط